السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة، والبداية بالعناوين. الطب العدلي يحذر من انتشار الطاعون بسبب الجثث المتراكمة، ونبيل أديب يعتبر أن تكدس الجثث في المشارع قد أضعف ثقة المواطن بالأجهزة العدلية. قحطة تلزم أعضاءها بعدم الجلوس مع الشيوعي بشكل منفرد، والواثق البرير يؤكد تعرض كل القوى المدنية والثورية لانقسامات داخلية. أردول يقول جئنا لتقديم تجربة سياسية جديدة، والتمازج تؤكد أن الجيش سيسلم السلطة لأكبر كتلة مدنية متوافقة. أهلا بكم إلى التفاصيل. حذر المجلس الاستشاري للطب العدلي من انتشار الطاعون في ولاية الخرطوم بسبب تراكم الجثث المتكدسة داخل المشارع في الولاية، وأكد الطب العدلي تأجيل تشريح الجثث المتكدسة إلى حين انتهاء المشاورات مع أسر المفقودين، مبينا عدم وجود أي مانع لديهم من استقبال فريق دولي لبحث هذا الملف، مؤكدا في الوقت ذاته عدم قيامهم بتشريح أي جثة إلى الآن. اعتبر رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة نبيل أديب أن تكدس 3000 جثة في المشارع أسهم في اهتزاز ثقة المواطن في الأجهزة العدلية والطبية، وأكد أديب في لقاء تلفزيوني أن عمل اللجنة ينتهي بانتهاء التحقيق وتقديم اتهامات واضحة ومؤكدة لأشخاص بعينهم وضع الملف بين يدي المحكمة، مبينا أن الدفع بنتائج التحقيق في السياق السوداني الحالي سيؤدي إلى الإفلات من العقاب. هي بتحتاج طبعا لأنه يعني هي مسألة تكدس الجثامين في المشارع، هي مسألة بتهز الثقة في كله، بتهز الثقة في الطب العدلي، وبتهز الثقة أيضا في الأجهزة العدلية، لأنه أصلا المفروض الشخص إذا توفي في ظروف عادية بيدفن بشهادة وفاة عادية من الطبيب المعالج والموضوع بيمشي عادي. المسألة اللي بتؤدي لأنه جثمان يمشي المشرحة هي أنه يكون فقد حياته في ظروف تدعو لشبهة بوقوع فعل جنائي، وده يعني أول حاجة وجود هذا العدد من الجثامين التي تحمل شبهات لارتكاب أفعال جنائية وقتل، يعني هذا مخيف بالنسبة لأمن البلد، بالنسبة لاستقرار الأوضاع العدلية فيها. أصدر المجلس المركزي لقحط قرارا ألزم فيه أعضاءه بضرورة عدم الجلوس بشكل منفرد مع الحزب الشيوعي أو الإدلاء بأي تصريح يخصه، وأكد القيادي في قحط أحمد حضرة أن المجلس المركزي لا يرفض الجلوس مع القوى التي تناهض المكون العسكري، إلا أنها ستضع شروطا لعقد أي حوار معها على غرار الشروط التي وضعها الحزب الشيوعي. أكد القيادي في قحط الواثق البرير أن جميع القوى المدنية والثورية تعرضت لفيروس التشظي وأصيبت بانقسامات داخلية خلال الفترة الماضية، ونفى البرير في تصريح للحراك السياسي وجود دور لقحط في الانقسامات التي أصابت جميع أو تجمع المهنيين، مؤكدا التزامهم بالعمل على توحيد كل القوى السياسية والمدنية والمطلبية في كيان واحد، وأن ما حدث للتجمع هو انعكاس لتداعيات الانتخابات التي أجروها. كشف الأمين العام لمجموعة التوافق الوطني مبارك هردور عن تصديهم لمحاولات بعض القوى والأحزاب السياسية تشكيل حكومة منفردة، مؤكدا أن ذلك لن يتكرر مرة أخرى. واعتبر هردور أن قوى التوافق الوطني جاءت بغرض إصلاح الأوضاع في البلاد عن طريق تقديم تجربة سياسية جديدة تعمل على خلق وضع جديد يضمن بقاء الفترة الانتقالية ويؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية.
أكد الناطق الرسمي باسم حركة تمازج محمد موسى بادي أن المكون العسكري كان واضحا في موقفه من إعادة الشراكة مع المكون المدني. وقال بادي في تصريح لصحيفة السودان أن البرهان أكد على تسليم السلطة لأكبر كتلة مدنية متوافقة، كون ذلك يحفظ أمن البلاد واستقراره، واصفا خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمتوازن. أطلقت اللجنة العسكرية العليا للترتيبات الأمنية الدورة التدريبية الأولى لقوات حفظ الأمن بدارفور، وذلك في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وكشف عضو اللجنة العسكرية أحمد يحيى أن عدد المتدربين وصل لحوالي 1700 متدرب، بينهم 125 ضابطا، وستستمر لمدة 3 أسابيع، وتشمل دروسا في القانون العسكري وبعض التدريبات عن عملية نزع السلاح ووقف إطلاق النار، بالإضافة لتنوير شامل عن اتفاقية جوبه للسلام. عقد المنتدى الدوري لحكومة إقليم دارفور تنويرا شاملا لاتفاقية جوبا للسلام. وقال وزير مالية إقليم دارفور عبد العزيز مرسال إن الاتفاقية أوقفت الحرب في البلاد، مضيفا أنها لم تجد العناية الإعلامية الكافية، وتم الحكم عليها من خلال القيل والقال على حد قوله. نشرح للناس عن ما بداخل اتفاقية جوبا. اتفاقية جوبا لكثير من الناس اللي ما عارفين أوقفت حرب كانت مستمرة أكثر من 20 سنة، لذلك حبينا أنه ندخل في تفاصيل هذه الاتفاقية، نشرح للناس الاتفاقية دي جابت شنو للشعب السوداني كله، ليس فقط للناس المسارات أو أصحاب المسارات أو لأهل دارفور، لكن الاتفاقية دي جابت أشياء عظيمة جدا للشعب السوداني كله. عشان كده حبينا أنه لأنه الاتفاقية ذات نفسها ما لقت العناية الإعلامية، وما الناس ما عرفت ما بداخلها وما اطلعت عليها. كل اللي حكموا عليها حكموا على الاتفاقية من خلال القيل والقال، ومن بعض الجهات اللي ما لها يعني مصلحة في أنه الاتفاقية دي تكون قائمة. لذلك نحن حبينا أنه نشرح للناس الاتفاقية دي إن شاء الله في حلقات شبه دورية، عشان الناس تطلع على الاتفاقية وإيش جاب الاتفاقية لأهل السودان كله. أهم حاجة جاب الاتفاقية أنه أوقفت حرب كان فيها قتل ونزيف دم مستمر لأكثر من 17 سنة أو 18 سنة في دارفور وفي نيل الأزرق وفي جنوب كردفان، وأشياء دي الحتة دي كان كلها فيها حروبات طاحنة، الناس كان يمكن بعيدين ما عارفين وما شايفين، لكن ربنا لطف وقدر إنه الناس تصل لاتفاق بدون ما يحصل يعني انفلات أو بدون ما يحصل يعني سقوط كامل للنظام وتنهار النظام. لذلك نحن نقول الحمد لله الآن نحن عايشين آمنين ومستقرين ومتجانسين كشعب سوداني. وأنا أقول إنه الثورة السودانية دي برضو خلقت في ناس أشياء عظيمة جدا، يعني التكافل والترابط ما بين الناس، الأشياء دي يعني تجددت مع ما 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 قيام الثورة السودانية اللي انتهت. هي طبعا الثورة دي مسألة تراكمية. أغلقت السلطات في محلية المفازة بولاية القضارف معسكر الطنيدبة للاجئين الإثيوبيين بعد ظهور عدة حالات إصابة بمرض جدري القرود. وأعلن معتمد المحلية عثمان عبد الله عن إغلاق المعسكر وعزله عن بقية مناطق المحلية بمجرد ظهور 3 حالات إصابة بجدري القرود، مع وجود قرابة 60 حالة اشتباه بالمرض. أكدت لجنة طوارئ الخريف أن منسوب نهر الدندر قد ارتفع ووصل لمستوى الفيضان بسبب كميات المياه المنحدرة من الهضبة الإثيوبية. وناشدت اللجنة في بيان لها المواطنين بمحلية الدندر بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد قدر الإمكان عن أماكن الهشاشة ووضع التدابير اللازمة لمواجهة أي فيضان محتمل خلال الأيام القادمة. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن ارتفاع أعداد المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت 16 ولاية في السودان إلى 349 ألف شخص. وقال المكتب في بيان له أن حوالي 400 مدرسة تضررت بشكل كبير، ما أثر على تعليم 140 ألف طفل، مبينة أن ضعف البنية التحتية وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة يعيق تقديم خدمات التغذية للمنكوبين.
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قرارا حددت فيه رسوم خدمات مياه الري بالمشاريع القومية للموسم الزراعي القادم، وتراوحت تعرفة رسوم الري بين 4500 جنيه و 6000 جنيه للفدان الواحد. وبينت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين مستوى الخدمات للهيئات الزراعية وتساعد في تأهيل القنوات والترع وصيانة البوابات المائية. أكد وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله أن استقرار الأوضاع في مناطق الإنتاج سيساهم في زيادته، لذلك علينا احترام خصوصية المجتمعات المحلية. ودعا محمد إلى تطبيق مبدأ الشفافية في رصد الميزانيات وتحديد الأولويات في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، مبينا أن وزارته هي جهة إشرافية وفنية، وجميع إيرادات النفط تذهب إلى وزارة المالية التي لديها السلطة في توزيعه. باشرت اللجنة المطلبية للعاملين في ولاية جنوب كردفان بفتح بلاغات ضد وزارة المالية بالولاية بتهمة التعدي على استحقاقات العاملين المقدمة من وزارة المالية الاتحادية. وقال عضو اللجنة محمد نمر أن المالية الاتحادية حولت منحة عيد الأضحى شهرين وليس شهر واحد، كما صرفتها مالية جنوب كردفان للعاملين، مهددا باتخاذ خطوات تصعيدية حال لم يتم صرف مستحقات العاملين وتطبيق هيكل جديد للأجور. أعلن المجلس القومي للأدوية والسموم بوزارة الصحة في ولاية الجزيرة عن ضبط كميات من الأدوية المهربة وغير المسجلة في الوزارة. وأوضح رئيس المجلس حبيب الله النور أنهم وجدوا الأدوية المصادرة في ظروف تخزين سيئة جدا ما تسبب بتعرض قسم كبير منها للتلف، مؤكدا التزامهم بمواصلة حملات التفتيش ضد المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطن. حكمت محكمة جنايات الخرطوم وخلال جلستها العلنية اليوم الاثنين ببراءة وزير المالية الأسبق علي محمود من جميع التهم الموجهة ضده. وكانت النيابة العامة قد وجهت للوزير الأسبق تهمة خيانة الأمانة العامة فيما يتعلق ببيع أصول الحكومة وفقدان مبلغ 38 مليون دولار خلال فترة عمله بين عامي 2010 و2013، وهي قيمة البواخر النهرية التي تم بيعها قبل خصخصة القطاع. أعلن المكتب الصحفي للشرطة عن القبض على أحد تجار ومروجي مخدر الكريستال في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم. وقال المكتب في تعميم الله أن قواته استطاعت متابعة شخص أجنبي الجنسية بعد ورود معلومات عن قيامه بالترويج للمخدرات، حيث استطاعت القبض عليه متلبسا وبحوزته 1 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة. نعى الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي مؤسس ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السابق. وقال الاتحاد في بيان له: يودع العالم الإسلامي واحدا من أبرز رواد الصحوة الإسلامية الذين نشروا العلم وصدعوا بالحق وأثرى بعطائه الساحة الدعوية عبر سلاسل من المؤلفات والخطب والمحاضرات. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الطب العدلي يحذر من انتشار الطاعون بسبب الجثث المتراكمة. ونبيل أديب يعتبر أن تكدس الجثث في المشارع قد أضعف ثقة المواطن بالأجهزة العدلية. قحطة تلزم أعضاءها بعدم الجلوس مع الشيوعي بشكل منفرد. والواثق البرير يؤكد تعرض كل القوى المدنية والثورية لانقسامات داخلية. أردول يقول: جئنا لتقديم تجربة سياسية جديدة. والتمازج تؤكد أن الجيش سيسلم السلطة لأكبر كتلة مدنية متوافقة. شكرا لطيب المتابعة، نترككم الآن مع جولة الصحافة وأسعار العملات. إلى اللقاء.